اسمي جود خالد المطيري، عمري 10 سنوات، لعبتي الكاراتيه. وعد خالتي هو اللي مسجعنا ندخل الكاراتيه، لأنه هو كان مسجل كاراتيه وقاعد يحدثنا عن الكاراتيه، يعني شلون هو يلعب ويعلمنا عن كاتات. فرحت قلت حق أمي، وأمي بعد يعني تحمست وشافت انستغرام ولقيت النادي، وعاد راحت وسجلنا. أصعب شيء بالبداية الكاتات، بس الحين صارت سهلة. بالأسبوع نروح 4 أيام، والمدة نتدرب ساعة ونص. اللي يشرف بالتمارين الكوتش ميسا والكوتش الهام والكوتش ابتسام. التمارين احنا اول شيء نسوي استرتشاتنا، بعدين نبدا نسوي اول شيء كاتا، بعدين نسوي الكوميتين وخلاص، يعني نسوي استرتشات حق النهايه وخلص. الكاراتيه عباره عن كاتا وكوميتين. انا عن نفسي ممتازه بالكاتا، والكاتا هي قتال وهمي. اللاعبة اللي متفاهمة معاها وتشجعني وأشجعها، وإذا كنت ما راح أروح النادي تشجعني، هي شيخة أحمد. أنا أول ما بدأت باللعبة كان حسامي أبيض، وبعدين عطوني أصفر لأن تطور مستواي، ورحت عند اختبار عشان يعطوني هذا الحسام. عشان أكون ناجحة بالدراسة ورياضة، أنا حاطة جدول أمشي فيه. أول شيء أنا أول ما أقوم طبعاً يعني أكل فطوري، بعدين أروح المدرسة. أنا أول ما أرجع في وقت أحل واجباتي وأراجع اختباراتي، وبعدها أروح شو اسمه النادي، وبعد هو في تقوية أحياناً أروح أراجع فيه، وإذا خلصنا يعني خلاص نرجع بيوتنا. من دخلت لعبة الكاراتيه صارت شخصيتي قوية، وصار يعني أقدر أدافع عن نفسي وش اسمه، وبعد يعني في فوائد واجد بالرياضة حق هذه اللعبة. واللعبة هذه قوية، تخلي يعني الناس يعني أقوياء، يعني حتى على جسمهم، وتفيد على يعني أجسامهم. سجلني بشكل عام أصدقائي، واللي شجعني بشكل خاص أمي وأبوي وأختي. طموحي في اللعبة أني أطلع بطولات عالمية، وأرفع رأس دولة الكويت، وأرفع رأس أهلي. قدوتي كريستيانو رونالدو، لأن الحين عمره 38 سنة، وللحين هو مستمر وجسمه رياضي، ويعني ما يأكل غازيات أو يشرب غازيات. أشهر الإصابات بالتمارين الشد بالعضلات الإيد والرجل، ويعني لما حنا نسوي التمارين نحس بشد يجينا، بس لما نكمل التمارين ونشد على نفسنا ما في يصير ألم. أنصح اللي بعمري اللي ما يلعبون رياضة لازم يعني يروحون رياضة، يكسبون روتين، يضيعون اليوم على شيء مفيد. وحتى يعني في واجد ألعاب، يعني في مثلا كاراتيه، في كرة يد، في ألعاب قوة، في واجد يعني واجد مهارات لازم يختارونها حتى يكسبون روتين.
معكم لعبة رباب سعود الموي، عمره 11 سنة، لعبة الكاراتيه. قصة دخولي شفت رفيشتي داشة النادي وتنصحني يعني تقول إنه حلو نادي وشي، فحبيت ودخلتها. من الصعوبات اللي واجهتها الكوميتي، كانت وايد صعبة والحمد لله الحين أحسن، أنا الحين أحسن فيها. عدد الأيام اللي نتدربها بالأسبوع 4 أيام، والوقت ساعة ونص. اللي يشرف على تدريبنا كوتش الهام وكوتش ابتسام. وأول شيء أول ما نبدأ التدريب نسوي استرتشات، نسخن بعدين نسوي استرتشات، بعدين نبدأ بالكاتا بعدين كومتي، بعدين آخر التدريب نسوي استرتشات لآخر التدريب. بالنسبة للكاراتيه في كاتا وكومتي، بالنسبة لي أفضل الكاتا لقتال وهمي. الكاتا بنجمع فيها نقاط، لازم يكون عندي سرعة ودقة في الحركة. اللعبة اللي أفضلها وتشجعني وأشجعها هي ريان. اللي شجعني بشكل عام صديقاتي ومدرسين اللي درسوني بالمدرسة، واللي شجعني بشكل خاص أمي وأبوي وأخوي الكبير. طموحي باللعبة أني أدش المنتخب وأخذ المركز الأول وأرفع رأس الكويت. قدوتي هم كوتش الهام وكوتش ميسة، وأصير مثلهم وأحسن. اللي استفدت من لعبة الكاراتيه أن جسمي صار أقوى وأحسن، وثقة صار عندي ثقة بالنفس والدفاع عن النفس. بالنسبة للرياضة والمدرسة، أنسق وقتي يكون عندي جدول. أول شيء أقوم أروح المدرسة، بعدين أرجع من بعدين أروح النادي، بعدين لما أرجع من النادي أدرس. أشهر إصابات في الكاراتيه شد الإيد وشد الريول، وعشان أتفاداهم أسخن وأسوي استرتشات. عشان أكون لاعبة مميزة أسمع كلام الكوتش وأشوف فيديوهات تعلمني، وأحاول أن أبتعد عن الأكل المو زين. أنصح أنصح البنات اللي ما يلعبوا الرياضة إنهم يلعبوا الرياضة، مو شرط كاراتيه، أي لعبة ثانية عشان تفيدين جسمك وصحتك.